عارفه ابو الهول ولا لا؟ عارفه ايه؟ ابو الهول. عارفه ايه؟ طب لو طلبنا منك انك تضحكي ابو الهول هتقولي له ايه؟ مش عارفه، هو اصلا وشه ما بيضحكش. طب نفترض هو ضحك بقى، نفترض يعني، يبقى شكله عامل ازاي؟ مش عارفه. هيبقى شكله وحش، هو اصلا في الطبيعي شكله وحش. ليه تقولي عليه كده؟ ما ممكن ينزعل يعني. هو ايه اللي يزعله؟ انت دلوقتي قلت له شكله وحش، يعني انت يرضي حد يقول لك شكلك وحش يزعل؟ لا لا عادي، انا وابو الهول صحاب كده يعني، عادي. بما ان انتوا صحاب يعني، مين صاحب تمثال ابو الهول؟ انا. ازاي يعني؟ ما انا لسه قايله لك انا وهم صحاب، انا وهو صحاب. انا عايزه مين صاحب التمثال؟ ابو الهول. ايمن الملك بقى اسمه ايه؟ مش عارفه بصراحه، ما عدتش عليا دي قبل كده. ابو الهول كده زعلان منك، يا اما تقولي حاجه تضحكه يا اما تمثلي هو هيضحك ازاي. امثل؟ لا امثل ان هو يضحك ازاي دي؟ لا هيبقى شكلي وحش جدا. لا 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 هيبقى شكلي وحش جدا. هو هيزعل. تعالي بس اعملي كده. هو كده هيزعل، انت ما قلتيش حاجه تضحكه، فاعملي نفسك بتضحكي. مش انتوا صحاب؟ ايه؟ بتنصحوا؟ اه بس حكي. طب اضحكه ازاي طيب ده؟ هو بيضحك ازاي؟ مش عارف. ضحكته؟ اه هو اكيد يعني من السماجه اللي انا فيها ما ضحكش، مستحيل يضحك. لا والله انت مسمجه ولا حاجه، انت زي العسل. ماشي الحمد لله. شكرا ليك. ربنا يخليك.